مصر النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا وسهلا بحضرتك. هي فكرة مطروحة وفكرة وجيهة، ودايما لما في فكرة بتاخدنا بنبص لجانب واحد، أحيانا بتكون في جوانب تانية غايبة علينا. نقفل المحلات في مصر بدري ولا نفضل فاتحينها سداح مداح؟ في محلات لخمسة الصبح وستة الصبح واربعة الفجر وثلاثة الفجر واثنين، وكل واحد عايز يقفل بميعاد بيقفل. اكتر حاجة قاعدة فاتحة في مصر دلوقتي هي القهاوي، واكتر حاجة ما بتقفلش في مصر هي القهاوي. عشان كده شيء طبيعي انك تلاقي زحمة طول الوقت. البلد الوحيدة اللي فيها زحمة الساعة 2 بالليل والساعة 2 الظهر. نقفل ولا ما نقفلش؟ اصحاب المحلات طبعا مضارين وبيقول لك لا هنخسر كتير، واحنا ما بنصدق احنا في عرض قرش ودافعين قد ايه في المحلات دي عشان نعرف نجمع الفلوس. وقال لك لا ده احنا كمان هنقعد الناس في بيوتها. الشباب اللي بيشتغلوا عندنا اللي بيشغل ورديتين قعدوا ليه؟ انا مد للي شغال ورديه اولى قعدوا ساعتين كمان بعد الساعه 6 ويقعد للساعه 8 ويروح، فهيسرح حد تاني. جوانب كتيره هطرحها مع ضيوفي النهارده في امر اغلاق المحلات. معانا النهارده الاستاذ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه. اهلا وسهلا استاذ. اهلا بحضرتك. الاستاذ محمد الحمدي وكيل المجلس المحلي لمحافظه القاهره ورئيس اللجنه المشكله لبحث قرار اغلاق المحلات. اهلا وسهلا. وعمنا زكريا نسيم البدراوي صاحب واحد من محلات الملابس اللي في وكاله البلح واللي بيحمل وجهه نظر اخرى، لها كل الاحترام. اهلا وسهلا بحضرتك. هي الحكايه ابتدت منين؟ يعني ايه اللي جاب فكره دلوقتي؟ ما احنا طول عمرنا المحلات بتسهر وبتفتح، ايه اللي خلانا نطرح دلوقتي حكايه نقفل المحلات بدري؟ والله الامر طرح في الصيف اللي فات، ويمكن كان طرح من ناحيه معالي وزير الكهرباء. نعم. لما حصلت الازمه، اما كان الجو شديد الحراره وحصل بعض الانقطاعات في الكهرباء، ثم يعني رجع تاني العمليه نامت شويه كعادتنا. واثير هذا اثناء زياره معالي محافظ القاهره للغرفه التجاريه بالقاهره. احنا طبعا كغرف تجاريه واتحادها العام اما لقينا الامر كده، فقلنا ان الامر يستدعي يعني كالعاده نوع من الدراسه المتانيه اللي تاخد في حسبانها مصالح المواطنين سواء كانوا مستهلكين او تجار. وابتدينا نعمل هذه الدراسه وهي بتدرس الان، على اساس ان احنا عملنا بحوث علميه وميدانيه مع الاكاديميين، وسواء كانت يعني الجامعه والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. نعم. والدراسه قايمه، الطرفين كل جانب في الامر في الاستبيان له وجهه نظر يجب ان نحترمها، يعني هناك وجاهه في هذا الراي وهناك وجاهه في الراي الاخر. تعدينا هذا ايضا وقلنا ان احنا يعني لازم نشوف العالم بيحصل فيه، فابتدينا نتصل بالعالم وشفنا. نتصل بالعالم ازاي؟ يعني نرفع التلفون نقول مثلا لا إيطاليا اتصلنا ولا؟ اتصلنا بالاتحاد الغرف الاوروبي. وجبنا من عنده كل دول اوروبا ايه القواعد اللي موجوده فيها. بس هل احنا طبيعتنا زي طبائع اوروبا؟ لا، يعني لا طقس ولا طبيعه عمل ولا سلوكيات. تمام. انا متفق كويس. ساعات احنا ليه عملنا كده؟ لان برضو قلنا ناخد الاراء، يعني تمام. في دراسه بتتعمل هنا، دراسه بتتعمل سواء كان، يعني انا برضو لازم المستهلك ده الزبون. أيوة. واحنا تعودنا دايما الزبون على حق، برضو لازم نقيس طبعا هذا الراي. والتجار لهم مصالح. هل بصينا على تركيا على ماليزيا؟ طبعا بتركيا وماليزيا، كل هذا موجود في الدراسة اللي المفروض ان احنا هنطلع ان شاء الله خلال الشهر الجاي. لان كمان عايز اقول لحضرتك حاجة،
ما ينفعش ان المحافظات كلها تبقى زي بعضها. يعني كل محافظة لها ميزة نسبية معينة. كل زي ما سيادتك لسه قايل، يعني هل يعقل ان محافظة سوهاج اللي درجة الحرارة فيها 50 اقول لها في الساعة 7 أو 8؟ ده الناس هتبتدي بعد 8 تنزل. هل يعقل ان محافظة يعني بتتمتع بنواحي سياحية في الصيف زي السواحل اقول لمارينا يقفل الساعة 7 ولا اقول في جنوب سيناء ولا الشرم الشيخ ولا جنوب سيناء؟ بعدين في نقطة تانية، ان برضو في قطاع لابد ان احنا ناخده في اعتبارنا، ان القاهرة مدينة زي باريس لا تنام، ودي لها جاذبية ولها شرم تاني. طيب. بيجيلها سائح عربي يعني عايز اقول كل جانب له وجهته، فلا بد في النهايه ان احنا بنعمل الدراسه. بس هل في باريس على اطلاقها ولا احياء احياء؟ يعني في مناطق بتقال ان دي مناطق سياحيه بتفضل لكن المدينه بتنام. لا لا، باريس ما فيش ريجستريشن خالص على المحلات، ولا باريس ولا لندن. ولا لندن ولا لندن هم بيقفلوا الجو وبيخليهم يقفلوا. ادي من الاتحاد الاوروبي، يعني ده لندن المدينه الساعة. مدينه اهو، اولا في الويك اند بدري على طول الساعه 6 تلاقي المحلات قفلت، في الايام العاديه الساعه 8 بتقفل. نتيجه لان المستهلك مش موجود في الشارع، لكن في ايام يعني لما الدنيا حر هناك بيفضلوا فاتحين. مفيش يعني هو بيقفل. طيب انا قبل ما ارجع لحضرتك افهم بس الامر وصل عند الاستاذ محمد ازاي، بقى شكله ايه دلوقتي طالما حضرتك مسؤول عن هذا الملف؟ والله هو الملف بدا بخطاب غير من الدكتور المحافظ معاه جواب الغرفة التجارية. عندنا رئيس مجلس يعني واحد عاوز يديره وضعه أكتر من اللي هو فيه، متريث جدا ومتمهل جدا. رئيس مجلس؟ رئيس المجلس المحلي للمحافظة. عايز ياخد وضع أكتر من كده إيه يعني؟ لا يعني رئيس مجلس؟ لا بتكلم يعني إنه بيدرس بتأني في الحالات اللي زي دي. فلما جاء الموضوع طبعا زي سيادتك ما قلت القاهرة بتختلف عن أي حتة تانية، وفي ابعاد كتيره سواء بالنسبه للموظف او للعامل او للتاجر. نعم. فعاوزه دراسه متانيه لاقصى درجه، فشكل لجنه من كذا رئيس لجنه من المجلس المحلي. عندنا حوالي 36 لجنه، اخترنا حوالي 8 لجان اللي هي مهتمه بالموضوع دوت، على اساس انها تدرس الموضوع خلال 31 يناير تكون مخلصه الدراسه بتاعتها. تمام. مش هنكتفي باللجان بس طبعا على مستوى القاهرة، على مستوى المحافظة، على المجلس المحلي للمحافظة بدأنا بنبعت لرؤساء مجالس الأحياء، لأن لازم برضو ناخد رأي مجالس الأحياء ونشوف الانطباع بتاعهم إيه، لأن الأبعاد زي سيادتك ما قلت في بدء الكلام أبعاد كبيرة بالنسبة للتاجر، بالنسبة للعامل اللي بيشتغل النهاردة عاوز يحسن دخله، لو أنا نزلته من الساعة 1 أو الساعة يعني اديته نص المدة بتاعته هيروح فين بعد كده. ففيها ابعاد، فاحنا متانيين في العمليه جدا على اساس ان احنا مش عاوزين ناخد قرار يضر الطرف دون طرف تاني او يضر الطرفين. فالعمليه واخده نوع من التاني، بنجمع الاراء على مستوى كل المهتمين من تجار، طبعا الغرفه التجاريه بعتت لنا. تمام. بندرس الكلام دوت وبناخد راي الاعضاء، وبعدين هيتعمل لجنه عامه بقى للمجلس كله بتتاخد فيها كل الاراء، سواء من مجالس الاحياء على مستوى القاهره كلها، سواء على مستوى اللجان المتخصصه، وبعدين بيطرح وكل عضو ليه الحق ان هو يقول رايه في عمليه. ده احنا يعني قدامنا وقت طويل. لا قدامنا يعني يمكن على 2012 يتطبق، تصوري يعني انها مش هتبدا بالعجاله اللي يعني الامر محتاج سنه كامله وشهور اهو قبليها، لان الابعاد كتيره، ابعاد كتيره ومتشعبه بالنسبه للتجار، بالنسبه للي بيشتغل، بالنسبه للي بيشتغل نص وقت عاوز يحسن دخله. هو ليه دايما احنا بنحس ان احنا بنبتدي اول حاجه في العالم؟ يعني كاننا اتخلقنا النهارده وهنجرب ادم وحواء مع بعض. يعني ليه يعني قفل محلات وفتح وتحديد مواقيت ده حاجه في العالم كلها بتحصل، ليه لما بنفكر فيها في مصر بنحس ان الدنيا صعبه؟ يعني مش عاوزين ناخد قرار يتعمل زي القرارات اللي اتعملت وما بتتنفذ. يعني النهارده احنا قلنا اللي بيسوق العربيه بلاش التليفون المحمول والحزام، ما تطبقش. احنا عاوزين قرارات مدروسة اللي بيها تطبق على الجميع. سواء بالنسبة للتجار يبقى مقتنعين وراضيين، سواء بالنسبة للمواطن يبقى مقتنع وراضي. والله ده كلام هسمع رأيك، بس خلونا نسمع رأي الوزير محمد رشيد في هذا الأمر
علشان تبقى رأيك سمعت كل الآراء في الاتجاه الآخر. العملية محتاجة تنظيم، احنا مفيش شك عندنا فوضى كبيرة في هذا الموضوع. وبعد ما هنصل الى قرار مع الغرف التجارية هنعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء ومن خلاله على مجلس المحافظين، وتبقى العملية مستقرة في محافظات مصر كلها. العوامل اللي هتحكم هذا الموضوع، اولا ان احنا نمرة واحد يبقى فيه تنظيم على مستوى شامل بالنسبة للجمهورية، لان مش ممكن ان احنا النهارده نلاقي ان في محلات بتقعد 24 ساعة وبيفتحوا 3 الصبح و4 الصبح. صحيح ان في بعض المحلات احنا هنسمح لها انها تفتح لان ده موجود في كل انحاء العالم، يعني انت عندك مثلا في بعض الازخانات بيتسمح لها انها تبقى مفتوحة 24 ساعة، في بعض انواع من المحلات حتى التجزئة اللي ممكن انها تبقى موجودة لمدد معينة لساعات متأخرة لانها بتخدم يعني فئات معينة في اوقات معينة باسلوب معين. ولكن السوق بصفة عامة يجب أن يكون العملية تبتدي يبقى فيها تنظيم ويبتدي يرجع الانضباط للشارع المصري شوية، لأن ده طبعا بيأثر على المرور وبيأثر على استهلاك الكهرباء وبيأثر على حتى طبيعة، لأن الناس حوالين هذه المحلات في بيوت وفي منازل وفي كثير من يعني الضوضاء اللي بتحصل نتيجة هذا النشاط اللي بيبقى غير منظم. أنا أتصور الموضوع ما هواش يعني ما مش الناس مش عايزة تتجاوز، إنما الناس عايزة نظام، عايزة بس حد يحدد يقول يا جماعة هو ده النظام اللي موجود. وخلي بالك احنا كان عندنا هذا النظام، احنا مش بنخترع حاجة جديدة، يعني كل دول العالم بما فيها مصر عندها نظام بيحدد كان مواعيد فتح، مواعيد القفل، مواعيد الأجازات، كل هذه الأمور لها تحديد معين يجب أن هو يحترم في النهاية. يجب أن يرجع الانضباط للأسواق المصرية، ده شيء يعني طبعا أنا متهيألي من مصلحة كل المواطنين المصريين.